صلاح وبركاته. أنا أسامة سالم في المستوى الرابع ابتدائي. اليوم سأنجز قارب على شكل ورقة. سأبدأ أخذ ورقة مزدوجة ثم أرويها على شكل مثلج، ثم أحاول تطليعها بهذه الطريقة ليصبح هكذا. يجمعهما ثم أفعل هذه الطريقة. نفتحه ليكون مثل هذه الطريقة الذي هنا ليصبح معينا، ثم أرفعه مثل المثلث. ثم استعمل هذه الطريقة ليرجع هكذا. ثم يرجع كبيرا. هذه هي الطريقة، وإلى اللقاء.